بين أعالي هذه الجبال الشاهدة على عراقة وأصالة المنطقة، شيدت هذه البنايات التي أخذت من ألوان الطبيعة ديكوراً وكأنها إحدى المدن الأسطورية. قرية القليعة ببرج زمورة بشكلها الهرمي، حيث تربعت البيوت على قمة الجبل ملتفة حول هذا الصرح الديني الشامخ، وكأنها تخبرنا بتمسكها الشديد بديننا الحنيف. كنا في جولة سياحية، قلنا نجوم ننتقلوا نشوفوا المعلم الثقافي الديني التاريخي. هو معلم تاريخي جميل جدا، ذو منظر رائع، لأنه يقع مبني فوق صخرة أو هضبة صخرية من الصخور، مقابل لجبال، منطقة يعني عمرانية ومنطقة ذات منظر طبيعي جد ورائع. مسجد خبيب بن عدي العتيق، مفخرة ولاية برج بوعريريج قاطبة، منارة دينية بامتياز، هو أهم بناية تشد انتباه زوار قرية القليعة بفضل طابعه العمراني المميز. مسجد يمكنك مشاهدته من مختلف زوايا وأزقة هذه القرية الصغيرة. المسجد الأول كان من حوالي 8 قرون بنشأة القرية. هذا المسجد تم بناؤه أو إعادة بنائه في أواخر سنة 83، وكان يسمى باسم صاحب المسجد الأول الذي كان يسمى مسجد أبي حمص، نسبة إلى الشيخ الذي وفد القرية. ولكن السكان القرية حبوا يعودوا الاسم تاع المسجد مع بناء المسجد الجديد، وسمي بمسجد خبيب بن عدي الصحابي الجليل المعروف، والذي له باع في السيرة النبوية باع طويل. ولأن تعليم القرآن وتحفيظه للناشئة مبدأ راسخ لدى سكان المنطقة، تمثل الزاوية القرآنية صرحا دينيا آخرا يميز القرية ويستقطب طلاب العلم، زاوية تدرس القرآن بالطريقة التقليدية، فدعا صيتها لتصبح مقصد الطلبة من مختلف ربوع الوطن. زاوية تستقبل الطلبة من جميع القطر الجزائري. برنامج الزاوية في تحفيظ القرآن الكريم بداية من قبيل صلاة الفجر، حيث نقوم ينوض الطلبة يقوم الطلبة قبل صلاة الفجر حوالي نص ساعة، يبدأ في حفظ الألواح، ثم بعد ذلك نصلي صلاة الفجر، ثم يبدأون القراءة في البرنامج المخصص لذلك. كل الظروف تم توفيرها للطلبة لمزاولة الدراسة، ما يسهل عليهم حفظ كتاب الله في وقت وجيز. زاوية ذات نظام داخلي، لهم المأكل والمشرب والمأوى وجميع الظروف موفرة يعني للطالب. فيها الشيوخ الله يبارك، فيها التلاميذ متربيين متأدبين كلش مليح. عندي ربع شهور والله 5 شهور. وش حال راك حافظ كتاب الله؟ أنا خاتم 60 خيزة به. مناظر طبيعية أخاضة إلى جانب المنابر الدينية اجتمعت كلها في قرية القليعة ببرج زمورة، مدينة الحضارة والتاريخ العريق.